السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في انحاء العالم الاخوان، في انحاء العالم. وتنقول لكم نزيد نكرك لكم بارك عواشركم وعيدكم مبارك. واحد الموضوع اللي جبت لكم الاخوان وهو موضوع خايب بزاف اللي وقع نهار العيد بالضبط. واحد الزوج اللي قتل الزوجة ديالو ولهم ثلاثة أولاد. الأول الإخوان الكبير قاعد عنده 5 سنين، والثاني عنده 4 سنين، والثالث عنده 2 عامين. للزوجة تتبلغ من العمر ديالها 43 سنة، والزوج في عمره 38 سنة. الإخوان ما غاديش نعرفوا بالتفاصيل أشنو اللي وقع بيناتهم، ولأن هنايا بين الزوجة والزوج ما يعلم إلا الله. اشنو ما غاديش نعرفوا الاخبار اللي جاتنا على السلطات الاسبانيه ولا الغوارديا سيفير ولا الجندرميه كما نقولوا، على حسب هادشي اللي قالوا لنا الاخوان. هادشي اللي نقلنا من عندهم، بلا الزوج في عمره 38 والزوجه في عمرها 43 سنه ولهم 3 اولاد، 5 سنين وربعة سنين وعامين. وبلا ما نكملوا التفاصيل غنخليكم مع واحد الفيديو الاخوان باراغون، عمالة الكوينكا وبالضبط نهار العيد. ومع الاسف ما سجلت انا فيديو، الله غادي نسجله اليوم حكاس ما كانش عندي الوقت وكنت مسافر في هذه الايام ديال العواسر. ومع الاسف الاخوان غادي نخليكم مع الفيديو ديالهم ومن بعد الفاصل. Así se han despedido de Oardia sus amigos y familiares este lunes en Tarancón, Cuenca. La mujer de 43 años y madre de 3 niños de 5, 4 y 2 años ha sido asesinada en su domicilio por su pareja y padre de los pequeños. El hombre de 38 años ha acudido al cuartel de la Guardia Civil de Tarancón para confesar el crimen cometido con arma blanca. Había una orden de alejamiento que estuvo en vigor hasta el pasado 1 de abril por denuncias previas de maltrato. Oardia, de nacionalidad marroquí, residía en Tarancón desde hace varios años. Con su muerte ya son 13 las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista en España en lo que va de año. El ayuntamiento de la localidad conquense ha decretado 3 días de luto oficial y se ha convocado una concentración en repulsa por este asesinato machista. مع الاسف الاخوان راكم شفتوا الفيديو. واش غنقول لكم الاخوان، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللي دابا اللي تيبقاو ضحيه وهما الاولاد اللي باقين مساكن كاملين قاصرين. السائل الكبير يلا عنده 5 سنين، والثاني عنده 4 سنين، والثالث عنده 2 عامين. دابا الزوج غادي يمشي مسكين للحبس كما نقولوا حنا الكارسي، والمراه الله يجدد عليها الرحمات والله يرحمها مسكينه والله يصبر الاهل ديالها والعائلة ديالها. وهذا الشيء هذا الإخوان يقدر الله يستر يوقع لأي حاج، أي واحد يقدر يوقع لي هذا المشكل هذا. وتنقولوا الإخوان الواحد دائما يعاون بالصبر. إذن لما تفاهمش الزوج مع الزوجة وليهم 3 أولاد، كاين حلل الله الزواج وحلل الله الطلاق، هذا هو اللي تنعرفوا. ولينا الإخوان حنا دابا تنهضروا، الواحد ما تيندم حتى تتوقع الواقعة بحال هاد الحوايج هادو اللي تيلحق لهم القتل. وماشي هذه هي الاولى ولا الثانيه، كاين عندنا بالاخص هنا في اسبانيا كاينين بزاف ديال الناس، كاين بزاف ديال الرجال اللي قتلوا النساء ديالهم، وكاينين بزاف ديال النساء اللي قتلوا الرجال ديالهم. وهذا الشيء الاخوان هذا حنا تنقولوا شوف ما غاديش نقدروا نتحكموا، واني تنطلبوا من الاخوان من الرجال ولا من النساء يكون بيناتهم واحد الصبر. وبنادم ما تفاهمش ما يلحقش لهذه المرحله. علاش كل اللي تيبقى ضحيه دابا تبقى الضحيه وهما الدراري كما نقولوا، ولا هما الاولاد ولا الابناء اللي مساكن دروك ما عرفناش. هاد باقيين صغار غيديهم دابا الخيريه وغادي يصبحوا لا اب ولا ام. ولان دائما الولد دائما تبغي الحنون ديال مو وتبغي الحنون ديال باه، والدري ما يمكنش يكبر بلا بوه بلا مو. هذا هو اللي بغينا نقول، الانسان خاص الواحد دائما يحضر العقل ديالو ويعرف اش يدير. وغادي نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذه الجريمه الاخوان بالضبط وقعت نهار العيد الفطر اللي هو نهار كبير عبد الله. وهاد الناس هادو واحد مساء وحده مسات الروضه وواحد مسى الحبس والدراري مساو الخيريه وصدقكم انا لله وانا اليه راجعون. والله يعطيهم الصبر لا في الراجل المسكين اللي مسى الحبس ولا المراه اللي ماتت العائله ديالهم الله يعمر ربي يصبرهم. وهاد الشيء راه كاع تيوقع الاخوان وبالاخص هنا في اسبانيا. اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما غاديش نبقاو نهضروا وما غاديش نبقاو نعرفوا السبب وما غنبقاوش نقولوا عاد من لا فوت واش عاد المراه ولا عاد الراجل حكاش بين المراه والراجل ما يعلم به الا الله. وهذيك المراه مسكينه دات السر ديالها معاها والراجل تا هو دا السر ديالو معاه ولاني اللي تيبقاو ضحيه الاخوان وهما الاولاد. وهادشي الاخوان راه وقع في اسبانيا وغنجي نكركها اسبانيا في الاراغون والعماله كوينكا النواحي ديال مدريد. اصلا نقول لكم الاخوان غادي نقولوا للعائله ديالهم ان لله وانا اليه راجعون والله يصبرهم. وهذا هو اللي بغا نقول انا الاخوان اللي هنا في اسبانيا وغنجي نكركها راه الله راه حلل الزواج وحلل الطلاق. بنادم ما تفاهمش بلا ما يلحق لا القتل وتبقاو الدراري ضحيه كما تقول واحد المثال تخرج من هنا وانا نخرج من هنا وتبقاو الدراري واحد الصوره ديال امهم تيشوفوا امهم واخا هما مطلقين تبقاو يشوفوهم هامو فين ساكنه هابو فين ساكن تبقاو الدراري ولا الابناء دائما تمشيو عند امهم تمشيو عند باهم بس غيلحق بنادم القتل. حسبي الله ونعم الوكيل ونقولكم حسبي الله ونعم الوكيل. وملي شاف هذا الفيديو الاخوان حاول يبارطاجيه وتنقولوا الرجال ولا النساء الله جميعا الله يعطي بنادم الصبر وقبل ما يدير شي حاجه يفكر العواقب ديالها اللي تابعاها. دابا دروك اللي قتل ما غاديش نلوموه واللي مات ما غاديش نلوموها حنايا ما غاديش نقدروا نحكموا ما يحكم الا الله. واللي غادي نقول لهم انا بعدا تنقول العائله ديالهم بجوج لا الراجل ولا المراه الله يعطيهم الصبر ويعطي لوليداتهم الصبر. وغنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان في أنحاء العالم. بارك عواشركم. مع الأسف هذا الفيديو درت وأنا روطار حكاش كنت مسافر وما عنديش الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.